أوائل أهل البيت، رؤوس أهل البيت هم صحابة، هم مع الصحابة مثلوا رأس الأمة. ما يتأتى خرج هذا من هذا. الصحابة سيدنا علي ما هو صحابي ولا إيش؟ وسيدنا الحسن ما هو صحابي ولا إيش؟ سيدنا فاطمة ما هي صحابية ولا إيش؟ ما هم صحابة؟ واللي سب الصحابة سب علي؟ كيف ما يسب علي؟ واحد من الصحابة، من كبار الصحابة، اللي يسب الصحابة ما يسب فاطمة؟ ما سب الصحابة سب فاطمة. مثل محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. عجيب والله، مثل أوائل أهل البيت مع الصحابة الرأس للأمة. فهل من الممكن؟ بس إذا اقتنعت ما نقص لك الرأس نصه، نخرج نصه وشل النص الثاني هيروح يلعب. رأس واحد هذا ما يتأتى، لا قصه كله ولا تخرج لي نصه وتجيب لي نصفه. فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في الجزيغ وبدعت. أنا عندي نصوص في كتاب ربي وكلام عن نبي وسيرة عرفتها عن الآل وعن الصحابة، تريد تزعزعها لي من شان أتبع رأي من وأقتنع بكلام من؟ قل لي من هو هذا الذي معك أنت؟ أنا معي الله ورسوله ورؤوس أهل البيت ورؤوس الصحابة عليهم الرضوان، علموني أن أعرف القدر لهم وأن أتأدب معهم وأن أعرف لهم صفوة الله في البرية. فمن أين أنت تجي لي بكلامك؟ أجد القرآن يصفه، هو الذي أثنى على البيت وطهارته، وهو الذي علمنا مودته وفرضها علينا، هو الذي أثنى على الصحابة ومجدهم وأمرنا بمتابعته. هذا كلام ربي ورسوله كذلك. ثم ما وجدت واحدا من رؤوس أهل البيت ولا من رؤوس أساتذتنا الصحابة يسب ولا يشتم ولا يتكلم على آخر ولا يجوز لي أن أجي من بعده وأحمل السب. من هو اللي جوز لي هذا؟ سيدنا علي؟ حاشاه. أمي فاطمة؟ حاشاه. سيدنا أبو بكر؟ حاشاه. سيدنا عمر؟ من اللي جوز لي أن أسب، أن أشتم، أن أسيء، أنني أسيء الظن؟ والله اختلاقها، اختلقها إبليس وركب عليها من جماعته من العرب والعجم وقال دخلوا بها بين المسلمين ولعبوا عليهم. حولوا الدين إلى سب وإلى شتم وإلى تحامل وإلى بغضاء، مصدرها إبليس. أنا معي بضاعة مصدرها القرآن، مصدرها السنة، مصدرها محمد، مصدرها فاطمة بنت محمد، مصدرها زينب ورقية وأم كلثوم بنات محمد، مصدرها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مصدرها الحسن والحسين. مصادر واحدة اتحدت على المقاصد ومضت تمثل أو تترجم عن مسلك محمد صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله.